440, open 312. Where's Pace? Hey! You don't have to come with us. Let's roll. Let's go! Name's Ringo. That's Violet. My man Wick over there. Warner Schultz. He owns prisons in the Middle East. There's millions of dollars worth of gold in one of those locations. Steal their gold, stop the terrorists. Let's go to prison, shall we? Are you aware of how many violations you have going on here? Only way this is gonna run smoothly. Keep moving, keep moving. As if the prison isn't running smoothly. You serious? With explosives? Keep pushing, keep pushing. No matter how hard they try, they know that they can't stop the mission. I'm always serious. Total lockdown. Wouldn't it be a shame if we die without saying our feelings? This is not good. We ain't gonna never stop. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم مع فيلم جديد لسه نازل كان من اسبوع تقريبا على خدمات الفيديو اون ديماند. الفيلم اسمه ذا ميسفيتس. الفيلم بطولة بيرس بروسنان وتيم روث ونيك كانون وهرمايني كورفيلد وجيمي تشونج، والفيلم من اخراج ريني هارلين. ريني هارلين كان عمل زمان افلام حلوة، اذكر منها الفيلم اللي كان نزل سنة 1999 اللي هو كان اسمه ديب بلو سي. الفيلم اتعرض اول مرة في كوريا الجنوبية يوم 3 يونيو السنة دي، وبعد كده نزل في خدمات الفيديو اون ديماند من اسبوع. الفيلم بيحكي عن ريتشارد بيس، ده واحد متخصص في السرقات وعنده مهارة عالية جدا في السرقات، بالإضافة برضو لمهارته لفن الهروب من السجون. فبنشوف من أول الفيلم أنه هرب من السجن وبينفذ عملية سرقة بمنتهى المهارة ومنتهى السهولة، وبعد ما نفذ عملية السرقة بتاعته بنجاح بنلاقيه أنه هو بيقابل 4 من أمهر اللصوص وابتدوا يخططوا لعملية سرقة كبيرة وخطيرة، وبتبتدي أحداث الفيلم. طبيعي لما اتفرج على فيلم اكشن وخصوصا يكون مخرجه اللي هو ريني هارلين اللي كان عمل قبل كده زمان داي هارد الجزء الثاني والفيلم الجميل بتاع سيلفستر ستالون اللي هو كليف هانجر، طبيعي المفروض يبقى حلو. والطبيعي كمان لما يكون البطل اللي هو بيرس بروسنان اللي هو كان اكس جيمس بوند، فطبيعي اكتر ان الفيلم هيبقى حلو وانا يعني وبتفرج وانا مطمن. لكن للاسف كل اللي انا قلته ده طلع غلط وظني خاب بشده وبشده كبيره كمان لو المصطلح ده صح. فالصراحه الفيلم ده كان عباره عن مجموعه من الحاجات اللي اي كلام كلها اتجمعت في مده حوالي ساعه ونص. يعني كان اخراج وحش جدا، سيناريو وحوار كان وحش جدا، التمثيل كان وحش جدا يعني بطريقه عجيبه. يعني بيرس بروسنان كان بيغير الستايل بتاع الكلام بتاعه بطريقه عجيبه ومش عارفين ايه السبب. حتى كمان نيك كانون اللي هو المفروض ده كان يبقى الجانب الكوميدي للفيلم او مجرد يكون ظهوره في الفيلم في المواقف اللي هو هيعملها كان المفروض تضحكنا، ما كانتش كده خالص. يعني لا هو طال ستايل ويل سميث مثلا ولا حتى كيفن هارت في الكوميديا بتاعته. فالصراحة انا ما كنتش عارف اصنف الفيلم، هل هو فيلم كوميدي؟ للأسف يعني ما كانش كده. هل هو فيلم درامي؟ يعني على الاقل يبقى فيه حتة دراما في الفيلم او حتة تشويق وقت عملية السرقة اللي كانوا بيعملوها، ما كانش فيه خالص. حتى كمان الخطة اللي هم حاطينها كانت ساذجة جدا، فبرضه برجع اقول لا ده اكيد فيلم كوميدي بس انا ما بلاقيش كوميديا، وهكذا. كان الفيلم عبارة عن لخبطة. حتى كمان لو حبيت اصنف الفيلم ان هو اكشن مش هينفع، علشان الفيلم كان الاكشن بتاعه وحش جدا. فاللي جاي يتفرج على الفيلم ده وحاطط في دماغه ان هو هيتفرج على فيلم زي ايطاليان جوب بس بقى بستايل جديد واحسن، لا يراجع نفسه تاني ويرجع يتفرج تاني على فيلم زي ايطاليان جوب القديم، علشان مفيش وجه للمقارنة بين الاتنين. اما الحاجات اللي كانت حلوة في الفيلم فتقريبا مفيش غير حاجة واحدة بس اللي هي التصوير.
خلاصة الكلام، فيلم ذا ميس فيتس فيلم انا كنت فاكره كويس، لكن للأسف اللي طلع ذا ميس فيتس فعلا كان المخرج وكاتب السيناريو والحوار. تقييمي لفيلم ذا ميس فيتس هو 3 من 10. واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات السبب عجبهم ليه، واللي اتفرجوا ما عجبهمش ياريت يقولوا في الكومنتات السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض. وسلام.